صباح الخير كبيدات، صباح النور، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. انتما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لاول مره محل زين دار الجمالي، عنده كل ما يتعلق بالزينه ديال الدار ديالنا. المهم كذلك غادي نشارك معكم جديد عند مول العبايات، وكذلك جوله عند صاقه، وكذلك تلبيه لطلبكم الخياطه اللي كنخيط عندها. وبالنسبه للرحله، بزاف منكم كتسولوني كتقولي واش مشيتوا وشنو درتوا. الا بغيتوا البنات خليوها لي في التعليق، ان شاء الله نخلي لكم اولا نشارك معكم الرحله كيفاش داز. الصراحه دازوا اجواء لاكثر من رائعين، ضحكنا نشطنا والله الا دازت من داك الشرف. ان شاء الله الا بغيتوا كيف ما قلت لكم خليوها لي في التعليق ونشارك معكم في الفيديو الجاي. واخا انا كليتها صراحه في الجديد نهار الرحله، وما تسوقش حتى الغد لي، وتنفخات لي رجلي حتى واحد الكارثه. ما نعاودش لكم شنو وقع لي في رجلي، تنفخ لي القدم كله. ان شاء الله تام من بعد ونشارك معكم شنو وقع لي. صراحه بغيت نشكر كاع الناس اللي خدامين في مصحه ماء العينين، الدكتور صديق، مدام زهره، سيرفيس بريزون شارج، وداد، رشيده، سنه، البنات كاملين صراحه والله الا الهري خطيهم، وشكرا على الوقفه ديالهم معايا. وراني حتى بالنسبه للتحاليل راني درتهم على ودي المشكل ديال يدي، حتى هو راه كنت شفت مع الطبيب تما كنيت. المهم تيخرجوا لي الريزولتا ان شاء الله ونشارك معكم. بغيت دعواتكم معايا ان شاء الله، الله يسمعني حتى انا اخبار الخير. ومهم حتى ما غاديش نقول لكم دابا شنو كاين حيت بزاف ديال الحوايج صراحه اللي خالعيني. المهم حتى من بعد ان شاء الله ونشاركهم معكم. ودابا حبيباتي غادي نديكم معايا لعند عبايه ستايل، غنبدا لكم باول فيديو من عندهم. بزاف منكم كنتو كتسولوني على عبايات اللي كيكونوا خفافين هكذا، حتى هما يكونوا ديال ديما، ديال الصخره، ديال تحضروا بهم يعني، حتى هما زعما باسبارتو يعني تلبسوهم كيف ما بغيتوا. وحتى بالنسبه كذلك الناس اللي سولوني على العبايات اللي كيكونوا هكذا فيهم العقيق يعني حضاريين، حتى هما البنات راه متوفرين عندهم. واخا ما صورتهمش لكم ديك المره، راه دائما كتلقاوهم عندهم. وكذلك بزاف ديال التساؤلات كيجوني على اللون الاسود. اللون الاسود راه متوفر في جميع الموديلات، يعني اي موديل بغيتوا راه كتلقاو اللون الاسود حتى هو متوفر فيهم. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الموديل الجديد اللي غادي نشارك معكم، اولا اللي غادي نبازي لكم عليه الفيديو اليوم هو هذا. صراحه كيجي رائع في اللبسه، سيرو حتى تقيسوه وما شاء الله غير الاكس ال ديالو قدو قداش. عرفتي الاكس ال ديالو جاني عريض بزاف بزاف بزاف. المهم انا غنلبس دابا الاكس ال باش تشوفوا، حيت نورمالمون الاخرين كنلبس فيهم الاكس ال كيجيني هو هذاك. واخا انا كنلبس الدوبل، شوفوا قداش كيجي، شتو عرفتي راه عريض. يعني اللي بحالي خصو ياخذ غير الام ولا الال، يعني اللارج ولا الميديوم. شوفوا هانتوما راه كبير عليا بزاف بزاف، غادي نعاود نبدلو غادي نلبس عاوتاني معاكم الال باش تشوفوا الفرق بيناتهم. صراحه راه كيجي زوين هذا الموديل هذا في اللبسه، وحتى بالنسبه لذاك الابيض اللي دايرين هكذا في ليمونش مدوبلينو، وكذلك في العنق راه ما فيهش القب، غير داك الستيل دايرين ليه زعما بحال هكذا، شي حاجه اللي مغايره ومختلفه وزوينه في اللبسه. هانتوما هذا راه اللارج، وحتى هو كبير شي شويه، شتو ناقص شويه على داك الاخر اللي كنت معاكم دابا لابساه، ومختلف واحد شويه عاوتاني في دوك الصديفات هذا فيه في اليدين، والاخرين فيهم في العنق باش تشوفوا الاختلاف ديالو. بالنسبه لهذا الموديل البنات كيف ما وريتكم في الاول ديال الفيديو، راه فيه جميع الالوان، يعني اللون اللي حبيته راه متوفر. شوفوا لي هذا الاورانج كيفاش كيجي، صراحه واعر واعر واعر، عرفت راه مباشره كيبان احسن من التصوير، وكاملين فيهم هذاك الدوبل مونش هكذا، وفي الكول عاوتاني كيجي فيه داك الشكيل. انا زعما حبذا لا ما كانش دوك الصديفات ني دوك ثلاثه هكذا في القدام يتحيدوا كاع، غادي يجيو زوينين صراحه في اللبسه. جاتني واعره ومريحه، واهم حاجه التوب راه ما تيلصقش. هنا عاودت صورتها لكم هنايا بالفولار. بالنسبه للفولار حتى البنات باقي كتسولوني عليهم، الثمن 100 درهم للشال، والفولار اللي كيكون مربع تيكون 120 درهم في متر ونص على متر ونص، وعنده واحد الشوا كبير في الفولارات. شوفوا لي الالوان الفاتحه كيفاش كيجيو في هاد العبايات، واعرين البنات والله العظيم البنات ما غاديش ندموا عليهم. بالنسبه للثمن ديالهم البنات 370 درهم، واللي جا من طرفي غادي يخلي لهم ب 350 درهم، يعني اللي بغاها غادي تبقى ليه ب 350 درهم، والكميه محدوده البنات فيهم. ودابا حبيباتي غادي نديكم معايا عند زين بيتك، هو واحد المحل اللي جديد تبارك الله كاين في انزكان. هذا الفيديو راه صورته لكم صراحه شحال هادي، ويلا كتب باش نحطو لكم. عرفتي راه ديما تنقول غنحطو كتوقع شي حاجه، صافي قلت ضروري نشاركو مع البنات اللي تيبغيو بحال هكذا باش يبريكوليو الديور ديالهم بحال هادو اللي كنحتاجو هكذا للحيط. راه جايبينهم في بزاف ديال الشكيلات، شوفوا ليا كاينين هادو اللي كيكونوا فيهم وريضات، وكاينين سامبل على حسب كل واحد
واحد وشنو الاختيارات اللي كيعجبو. غندوز دابا باش نوريكم جوله كامله في المحل. شوف واش هادي 20 ثمن هادو ياك كيكون مكتوب هنا؟ دابا البيضه والكحله 100 درهم وهادو قلنا هادو 120 وهادو 150 هادي 100. المهم كاين عنده هنا حتى البابي بون لي بغاه ها هو كاين توفر عنده بزاف ديال الشكلات وعنده حتى ديال الزاج غنوري لكم حتى هو. شوفوا لي هادو شحال زوينين هذا كاين حطو غير في الفضي وكاين عنده ديال الزاج بحال غنوري لكم دابا شوفوا هادو هانتوما البنات هذا راه ديال الزاج لا شحال فيه هذا شوفوا هذا راه زوينين شي شكيلات اللي فيهم زوينين هادي شوفوا فيهم الملونين هاد الكحل دابا عادي هذا ياك تا هو زاج قال عليك انا بالي هذا غلط لا هذا زاج بصح اييه وخلاص راه عنده حتى هذا اللي كنبغيو اللحم تا هو كاين عنده وكاينين عنده القلوعه اللي حمقوني عنده البنات شوفوا كاين عنده القلع الغليظ وعنده القلع الرقيق كاينين هذاك بحال داك الغليظ اللي كان مزوق هذا شوفوا هو راه كاين عنده هنايا واش زوين عنده هكذا المترو كتاخذوا الكبير يعني على حسب العبار نتوما اللي بغيتو وعنده حتى سامبل انتم بحال هذا ديالي كاين عنده الرقيق وكاين عنده الغليظ شوفوا زاري هذا كاين هذا في الفضي كاين السامبل كاين القلع الاخرين عاديين وخلاص كاينين اي عرفت عندي بحالو راه واحد الوقت كان قطوع هذا وتبارك الله غليظ عنده الغليظ وعنده الرقيق وهانتوما عندو سكوتشات عندو واحد ما شاء الله واحد المحل لي كاين بزاف ديال الحويجات لي زوينين وهنا كاينين هادو ديال الكوانات وكاين حتى ديال الطبلة ولا غير ديال الكبار تاهما كاينين هانتوما كاينين ديال الكوانات خديناهم لي دابا بستين درهم وكاينين الكبار الكبار شحال الثمن ديالهم ديال لي لابا ديال من 3600 وهادو ستريبتات بشحال هادو 15 درهم للبياسه دابا على حسب الرشيمه اللي فيه ياك هي عرفت هي بصح و الرشيمه دابا هادو كلهم متوفرين في هادو ياك وخلاص راه عندي حتى هادو السامبل هما راه كاينين شوفوا هادو ني وين الرشيمات اللي جايب الشمس الكاليتي تاعهم ديالهم زوينه وهادو هاد السامبل شحال دايرين كيكون فيه غير بيزه وحده ياك هذا فيه بيزه وحده بسريب كاس كاين مترو 8 كاين 2 مترو شحال ديال الكبير السامبل فيه 2 مترو هذا زوين السامبل هذا السامبل بشحال؟ هذاك 22 داير 75 درهم 75 وهادو؟ هذا 85 ديال 2 مترو فرسك هذا والله إلا دغيا كيتلقاو وكنشوفو دغيا شوفو عندي بحالهم والله إلا مخيرين وحتى بالنسبة للنوعية ديالهم زوينة غير جافيل كيتحيد فيه كلشي يعني فيهم لا هانتوما هذا 4400 وهادو فيهم دائره ولا كلهم هكا مربيين؟ اكثر يا كاري كاري اللي كيكون راه دايرك يديو ليها تشوف سامبل شي طز الحجه وي كلهم زوق وفيهم حتى دوك هادو ديالهم سريبتات كاينين
على حسب الرشيمه. العدد اللي غادي يخصك فيها 12 بغيتي 6 راه ندي 6 ولا 4 هذا العدد اللي يعني اللي بغيتي حيت مسيباري. والله الا مزيانه البنات عطيها دير اثمنه مناسبه شكل اخر ما عجبتنيش. هذاك اللي خديتي زوين اه بصح ولكن هذاك خديتي واعر. هذاك اللي خديتي بحال ديالي كنديرو حتى فوق الطبيله دابا لا اه شوفوا تبارك الله ما شاء الله تما الا عندو داكشي تيحمق. شوفوا هذا حتى هما اللي كديرو فوق من الطبيله كاين هذا في الشكيلات. هذا بشحال اخويا؟ هذوك كاين 460 كاين 500 ما كاينش 460 500 على حسب الكبار ياك. وكاين ديال الكوانات هما كاين في الوينات. شوفوا ها هو بحال ديالي ولكن هذا فيه داخل فيه الاحمر كاينين لون واحد كامل في البيج دونك الله عندنا شو. شوفوا بالنسبه للبابي باندو اختيارات ها يشكلي بغاو تتوصلوا عليهم كلشي اللي هو الموجودين ومازال غدا داخل سلعه اخرى جوار تقطر اخرى كلشي 130 درهم الثمن ديال الفرن 130 130 درهم. شوف شكلي تبدا ديري بحال الصباغه حتى لا فينيسيون ديالهم واعره. والطابيات شحال ديال الاثمنه؟ الطابيات هادو تيكونوا 2 متر على 80 ديري لهم 200 درهم. فيها وحده هادي ولا جوج؟ لا هي وحده وحده طويله اه وكاينين الطابيات شحال قلتي لي 2 متر؟ على شحال؟ 2 متر على 80 على 80 اه كاينين ديال بيوت النعاس 3 بياس ديري 300 درهم باش كيبقى فين هما؟ هانتوما ها زوين. شوفي التلوينات فيهم زوينين. هادو شحال قلتي ليا؟ هادو كيبقاو 300 درهم 300 درهم هما اللوينات اللي كاينين فيهم وباقي فيهم لا شوا غدا عاوتاني غادي يجيب لكم فيهم الجديد ما شاء الله. هادو 80 درهم 10 متر وهادو 5 متر و 60 درهم. هادو هادو 60 درهم 10 متر و 60 درهم ديال البردار 70 درهم ديال الرولو. عرفتي راه كيبانو فين هادو شوفو هادشي هذا شفتو مخدوم راه تبارك الله واعر. وعندو حتى هاد البندات البنات اللي بغاوهم راه كاينين عندو تما مع كاينين الناس ما بغاش نصور لكم حتى هو هكا صحة وراحة الحاجة صحة وراحة امين. المهم راه ماقدرتش نصور لكم كلشي حاولت ندير لكم غير لقطات باش تشوفوا. وكاين جيرفليكس. جيرفليكس شحال ديال الثمن؟ جيرفليكس 65 درهم 65 درهم المترو. شوفوا في ماركة غليظة دايره 80 درهم الفرش ونجوج موديلات كاين هذا كلشي 65 درهم دابا هذا الملس اه 65 درهم وهذا اللي هذا اللي غالي 80 درهم 80 درهم. البنات بالنسبة لهادي شفت معاه قال لي راه كدير هاد البلينطا انو راه عفاك خويا البنات كاين هاد البلينطا كدار حتى هي في الجوانب تنوريكم لقيت الفيديو ديالها نوريها لكم. انا هذا ان شاء الله ناخذ باش نديرو الكوزينه ولقيت عندو هادي هادي راه كتلصق هكذا اوتو كولون فيها لصق وكتركب لكم فوق من هذا بالضبط. المهم ان شاء الله حتى هذا هو الحل الوحيد اللي لقيت الكوزينه ديالي باش ما بقاش كل ساعه ندير في الطابيه تلصق ليا دغيا. اش من العبارات اللي كيكونوا في هادو كلهم فيهم 10 متر كلهم 10 هي على حسب الكفر ولا كيتي الزواق اللي نوع بحال هادو اه باش تفينا ياك باش تكمل لا بس الزواق اللي بحال قلت لي يلاه اللي خرجت الاولى اه هاد الزواقات هادو كلشي 110 درهم اييه هادو كلشي 110 درهم مازال كيحسبهم نفس الثمن. وزعما هاد الاثمنه دابا اللي قلنا لهم واش اثمنه فيكس ولا تنقص باقي شويه؟ هادو كلهم اثمنه غير باش يعرفوا البنات. المهم راه ما تزيد ما تنقص راه تي سولتو في السوق غتلقاو اثمنه ناقصين. المهم هذا هو المحل اللي راه بارطاجيته معكم. ما كتجيبوش داك ديال الكارطون لا تيبان زوين يعني كيتمسح بالماء وكلشي كلشي انا كندرتو والله الا كنسحب بالماء زعما كيف ما لصقتو كيف ما دابا هذا الجرا ياك والبالكونات الحس شاهد في الدار كتلصقين بلاتي نوريك الشكل ديال كيفاش كتجي وحده 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 ياك اييه كيعطيو لك الحيط كامل ولا درتي البارداج وعندك بلاصه خاويه بديري فيها بحال الوايه اجي زوين انا في البالكون
بشحال هذا كيطيح لوحده؟ هذه كطيح 120 درهم فيها 120. خصك لها ميزانيه هذه. كديريها بغيت تفركسي شويه. وهنا حبيباتي غادي نرجع معكم ليراك باش نشارك معكم المحل ديال الخياطه اللي كنخيط عندها دائما. كنشاركها معكم شحال من مره، غنشاركها مع الناس اللي جدادين وكيسولوني على الخياطه. انا كيف ما كتشوفوا القرد الفلاحي هو هذا، كالضروع اليسر هذا الدوبل فوال الكبير ديال ليراك. ها انتما كاين هنا هذا القرد، هذا القرض هذا البنك هذا، كالضروع اليسار كتفوتوا شويه، كاين واحد مول السيد كيدير كيكري التكاشط، كتفوتوا كتلقاو هذه الخياطه هذه وحدها مول البيجامات. بالنسبه للخياطه عيشه عندها جميع الموديلات، اي حاجه بغيتوا راها كتخيطها لكم. حتى مثلا جبتوا لها شي موديل راها كتكلف لكم به كيف ما بغى يكون النوع ديالو، كدير طرز رباطي، كدير الابره الشرقيه، كدير المكرامي، كدير كذلك داكشي ديال العين عقده الخفيف، هذا كلشي داكشي كديروه. كدير حتى بالنسبه للبيجامات راه كتفصل لكم دوك البيجامات اللي كيكونوا هكذا طوال، حتى هما دوك الكنيديرات حتى هما راه كديرهم، وكذلك الرندا حتى هي كديرها تبارك الله خدمتها متقونه. واهم حاجه البنات اللي زوينه عندها مثلا الكلمه، يعني قلتي لها مثلا الوقت راه كتوجد لك الحاجه ديالك في الوقت. شوفوا لي الطرز كي دايره البنات، عطي متقون ديال بصح. واهم حاجه انها كدير لي صياج على البنات كيف ما انا نيت اليوم راه جيت باش ندير عندها لي صياج. دفعت ليها جليلي با فصلاتها، وجيت باش نقيس باش نشوف الطول عاوتاني والعرض ونشوف كل شيء. عاد ديك الساعه دفع باش تطرز ليا، باش ديك الساعه كنكون مهانيه. يعني اهم حاجه البنات هي هادي، راكم عارفين خاصه في هاد العواشر هادو اغلبيه يا اما كيقصر عليكم كيقصر لكم الخياط الجلابه، يا اما كيطولها لكم. المهم نتوما وزهركم غير نتوما وزهركم. يعني راه حيت كيكون واحد الدرك الله يحسن العوال اللي عليهم حتى هما، حيت كلشي كيكون زربان كلشي كيكون ستريسي، فمن الاحسن انكم ديروا لي صياج ديالكم. هي لي صياج كديروا كيف العيد كيف بلا عيد، يعني كتجي وكديروا لي صياج ديالكم وصافي. نهار كتسالي الكشيطه ولا جليليبه ولا القفطان ديالكم راه كتصل بكم وكتجي وكديو الامانه ديالكم. وبعض المرات راكم كتلقاو عندها نيت التوابات كيتباعوا، اولا بحال هاد المخاور راه حتى هما حطاهم للبيع اللي بغاهم. وبعض المرات كيكونوا عندها حتى جليليبات للبيع، يعني الناس اللي كيكونوا مثلا ما شراوش جليليبه ولا شي حاجه راه كيكون عندها زعما محطوطين الحويجات هكذا للبيع، غير سولوها وهي غتقول لكم داكشي اللي زعما خصو يتباع. حتى بالنسبه لهاد المخاور صراحه فنين وتوبهم زوين البنات، خاصه هذوك الاخرين اللي فيهم العقيق عجبون الموديلات ديالهم. وكيف ما قلت لكم راه كدير حتى دوك الكنيديرات بحال هادو هكذا اللي كنبغيو هكذا باردين ديال الملاحف، حتى هما راه كتخيطهم البنات. وكاينين بحال هادو اللي كيكون فيهم العقيق حتى هما راه كاينين. انا كيف ما كتشوفوا راه كندير لي صياج ديالي ديال الجليبه، راه ديجا قلت لكم راه درتها في النيود، ولتحت درت هذاك اللي كنشاركت معكم ان شاء الله تتوجد يا ربي تيسرها ليا وان شاء الله نشاركها معكم الى سخر فيها الله. بالنسبه للخياطه وكل شيء راه غادي نشاركها معكم. واهم حاجه البنات السيده قنوعه وكدير اثمنه جد مناسبه، والله البنات الا كدير اثمنه جد مناسبه. سيروا عندها قولوا جيني من طرف غزاله، نخلي لكم الرقم ديالها هنايا. تبارك الله كاع الناس اللي كنت حطيت لكم ديك الساعه الفيديو ديالها الحمد لله مشاو عندها، واغلبيه صوروا لي الجليبات ديال العيد وكيشكروها تبارك الله. الله يسهل عليها حتى هي والله يسهل لها امورها يا ربي امين. ودابا حبيباتي واخيرا تحت طلبكم جيت لصاقة، بزاف منكم طلبتوا مني نشارك معكم صاقة، شحال هادي الصراحه ما مشيتش وما صورتش لكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو كاين في جديد. ما شاء الله دخلوا سلعه كتحمق، صراحه داكشي كيحمق. شوفوا لي هاد لي سيبور تاهما، يلاه دخلوهم هادو تاهما فنين فيهم، داك السيبور الفوقاني ديال الزجاج راه تيدور. شوفوا انتوما وكاينين شكلات وحدين اخرين، المهم نحاول نصور لكم غير شويه لقطات باش انتوما تاخذوا فكره على لي برومونسيون
اللي كاينين. وكيف ما دائما تنقول لكم راه نهار الجمعه كيكون فيها تخفيض الكبير بزاف، يعني كل جمعه كيكونوا هكذا المعن اللي كيكونوا ناقصين فيهم، بعض المرات سوبيرات بعض المرات تباصل كل مره، وهي يعني من الاحسن انكم نهار الجمعه في الصباح تمشيو لها راه بحال السيل ديال بيم بحال داك السيل، يعني كيكونوا واحد العيبات. اولا دخلوا نتوما لاباج انستغرام ديالهم، دخلوا ليها ديروا هير ساغا كويزين، غادي تدخلوا وغتشوفوا كل جمعه شنو لي بروموسيون اللي كيكونوا. بحال هكا لا طيب شي الحوت كوني كان كبير شي شويه. لا حتى مقلي هنا كاين هاد لي غام كان صغار وهادو، وشوفوا لي هادو يلاه جابوهم حتى هما جدادين، جابوا هاد الصغار والكبار هادو كاينين في المقاسات وكاين فيهم حتى الدغيره تيخرجوا فيهم. وشوفوا لي هادو فين هادو فيهم مقاسات هنايا، شوفوا البنات كاينين هادو حتى هما دابا دايرين فيهم بروموسيون زوين، ها هما كاينين 39 درهم كاين 49 39 ودايرين حتى جابوا هادو شوفوا جابوا البندويات 29 درهم شويه غاليين. المهم هادو زوينين هادو عمليين فيهم هادو فيها جوج ديال السرعات درجات السرعه. وكاينه هادي شوفوا هادي شحال زوينه، هادي كديروا هكذا وهكذا وكتحطوها فوق البيرو ديالكم، ما عرفتش صراحه واش فيها لونات ولكن بان لي غير هذا اللون، وكتشعلوها من هنايا شفتوا والله الا واعره هادي زوينه صراحه زوينه. كنا لقيت هادو في الغوز سكن عجب زوينه. شوف هادشي ديال الصيف المهم كما قلت لكم وكاينه هاد الشكل عاوتاني، شوفوا التاجي تبارك الله شيره ها هي كطلع هكا وهكا وهكا فيها ثلاثة ديال الفيتاس هكا فنادي. شوفي وداز شوفي هاد الشكل عاوتاني التاجي زوينة فوق البيرو هادو راه باش زوينين كيتشارجاو. فيها جوج جوج ديال الفيتاسات وكاين هذيك الاخرى مزيانة شفتها كاينين فيهم مشكلات كاين حتى هاد الموديل هذا شوفو هادا تاهما 45 درهم كاين هذا اللي بغيتكم في اللول تاهما 45 هاهو بحال ديالنا ها شتي بحال هاهو حنا كنا خديناه ب 500 درهم دابا ما عرفتش شحال داير. ما هذا العجب هادي كتحط عليها شي حاجه لي سخونه لماسه 10 دراهم هادو 25 درهم شوفوا هادو ديال تاتش هادو خذهم بعينكم مغمضين هادو كيكون فيهم سطا زوينه الشكل تاني شوفي سامبل شوفوا الدوغي صراحه كيبان انيق تخيل هذا هادو ما تسخنيش فيهم غير تحط فيهم كاين هادو فهاد الشكل هكذا كلهم دوغي هانتوما الاثمنه ديالهم وكاينين هكذا اللي كاينين فيهم لي دين في الدوغي وهنا كلهم ارجونتي بحال هكذا خلاص كاين حتى هادو زوينين هادو تقالين البنات هادو ما عرفت تقولوا لي واش كيطيبوا فيهم ولا لا ولا غير على وجه البريزونطاسيون صافي. وهادوك اللي وريتكم هما كاين شكل اخرين ثاني في هادو فيهم حتى الصداورين ها هما وشوفوا لي هادو شحال زوينين تحط فيهم بحال هكذا الدنجال الشليضة دوك السخونين بحال هكذا مع البلا برينسيبال شوفوا كاين حتى في الفضيين اي جابوا الشريوات شوفوا البنات هنا في كل ما يتعلق بداكشي ديال اليد شوفوا لي شغلو وديما جابوهم تاهما فوزيا هاديك اللي بغيتي
فزي قدك بغتها كبيرة زينة 1600 درهم. ايه طاطش هادي داكشي علاش فين هو غادي شتي هاد العجب هنا ديال اش هادي باني ميتال هادي قال الله تقدك فعل الخبزة ديالك شوف هاد العجب كيداير كبيرة زوينة وكبيرة صراحة شوفي هاد الشكل عاوتاني 30 درهم هادو كاينه في الدوقي كاينه في النحاسي وكاينه في النواغ لارجونتي ما كايناش شوفي هاد الشكل الاخر ديالهم هذا داير بحال الباطون هادي 25 درهم كاين هاد الشكل عاوتاني هادو بحال مربعين زويني شوفوا البنات هادو ديال البايله شوفوا قداش كبارين كاين هذا 145 درهم هادي 100 درهم مقاس متوسط كاين هادي الكبيرة كاع 235 درهم وكاين هاد المقاس هو 235 درهم شوفو هادي تاهي تبارك الله هادي القناعة شوفو لي الكوكوتات تاهوما زوين هادي كتزاد وكتنقص ولا جات العجب شوف نشوف هذي كاين حتى داك الصغير شفتو شوفي هذا الموبيل عاوتاني المهم انا حاولت نصور لكم غير لقطات والله الا زربانه ناخذ داكشي اللي خاصني وغادي نمشي شوفوا هادو تاهما بحال ديالي كتسولوني دائما عليهم هذا انا عندي في البيض راه كاين هنا في الفض في هادو كيكونوا ترونسبارون تاع هذا حتى مربطات كاينين اشكال فيهم الشبيكات هادو ديال الكوزينه شوف هاد الصغيرة زوين تاني ها نتوما اللي كيبغي هادشي هادي هي اللي كتغسل الكرشة كبارين تبارك الله هادو شتو 20 درهم ولا تعجنو فيهم تخمرو فيهم كاينين في المقاسات شوفو هاد اللوين تا هو زوين المهم انا هادشي اللي فينا راه باقي بقى واحد الطاج اخر ما عرفتش نطلع ولا لا طلع تنصوروا لكم كيخوا وتعاودوا تعمروهم شوفوا هادو 6 درهم كاين هادو صغار عليهم شويه كاين هادو ب 7 درهم هادو ب 6 درهم كاين هادو ب 5 درهم هنا المونطات ديال المعالق هادو مقاس صغير زوينين كاين هذا متوسط وكاين هذا الصغير شوفوا وكاين هذا الموديل هذا كبير هادو 33 درهم شوفوا قداش كبير هذا زوين وكاين هذا الموديل هذا وكاين هذا المقاس صراحه هاد اللوينات زوينين هادي مفروقين 45 درهم واعرة زوينة هادي عندك بحالا شوف اللوينات شحال تمن هذا 46 حتى اللوينات زوينين ديالهم حتى اللوينات زوينين شوف هاد الشكل عاوتاني تكدير فيه معلقة هنايا حتى هادو كبار شي شوية ونضرب زين نضرب زين هاد التليفون مزومي ليا هنا شوفو هاد الموديل عاوتاني
هادو زوينين غير ما دايرينش فيهم اللي ولات زوينين. شوفوا هادو ديال وليدات الصغار ديال الطوموبيل الى غير الى ناسوا لكم. هادو البنات كديرهم في البلاكار باش كي كتحطو فوق منهم القريعات هكذا كيجيو مستفين واحد فوق واحد. وشوفوا دايرين فيه هنا بحال مجير زوين هاد البلان. هنا ديروا فيه دوك الصفارات ديال الكوكو والبريكه بحال هكذا. شفتوا كيفاش كيجي كيجي بحال هكا. والله هنا زوين. وهنا وهنا البنات شوفوا ليا راه حاطين حتى الاير فراير ولا القلايات الهوائيه في بزاف ديال الشكيلات. المهم البنات بقيت غير نقول لكم بلي راه داك السيد مصطفى مول القطع الغيار اللي خسرات ليه الاير فراير ديالو اللي بحال هذا الموديل هذا اللي عندها هذا بحال هكذا واللي خسر لها حتى بالنسبه لذاك اللي كيسخن داك التحتاني الا خسر لكم راه تيقادو تيقادو عنده كيبيعو حتى جديد. يعني اي بيس زعما خسر لكم في الاير فراير ديالكم غادي تلقاوه عنده. غنخلي لكم الرقم ديالو هنا الا ما نسيتوش غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. صافي البنات الا نسيتو فكروني نحطو لكم في صندوق الوصف. ها نتوما هادو داير لهم 666 درهم وخلاص. كاين هنايا هاد المخدات كاين الالوان. غنطلع دابا للتروازيام ايطاج نشوف عاوتاني شنو فيه. خليكم معايا شوفوا البنات ها هما اللي تناخذ ديال الطواليت زوينين. شتي هذا اللي كتشوف عندي خاص تخدم حتى تشا طابليات هادو هي لي شومبري. لا تزيد هذه غتولي بحال نتا عوجي لا تزيد طالي مطار. شو هاد الشي راه ديال الكياطة. كيسان وي داك شحال زوينين هادو شحال 96 هادو وهادو معرفتش شحال هادو 129 هادو 129 شوفي هادو عندي بحالهم جابو تا هادو البنات جابو الصغير بالغطايات ديالهم في الدوغي وكاين هاد الفضي تا هو تا هما فيهم جوج ديال المقاسات وفيهم صغير كاع لافان هاهو شوفو هانتوما الطبيلة هانتوما جابو تريسلات ندير لهم 749 البنات شوفوا هادو بحال ديالي صغيور على فان ديال 70 درهم وكاين هذا الموديل هذا ديال كلينكس فنين هادو حتى هما وخرج باش يخرج المهم بعيد بحال هكذا كيكون بحال هكذا شوفوا كي دايرين في الدوغي في التحت وكاين هذا الموديل هذا حتى هو شوفي من دماري شنايا ملقا ولا كاس هذاك ديال لي صوص. شوفي شوفي هذا المعلق ثاني جابو يا اختي جديد شوفو تبارك الله راس السلعي ما تدخل كون عطاوني بحال هادي ندير فيها الطبصل لي كيطيحو ليا. هنا تشوفو هادو راه جابوهم جابو الكبار غير وحدة صغيرة بداية ولكن كاين واحد في حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة باش دائما يوصلكم جديد اللي كنحط لكم وما تنسونيش من دعواتكم. شكرا يا اغلى الغوالي والى اللقاء.